الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الحمد لله الذي هدانا لنور الإسلام الحمد لله الذي أرشدنا لطريق العلم والإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. قال الله تعالى في القرآن: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيها الأساتذة الكرام والطلاب العظام وكل هذه الحفلة المباركة أهلا وسهلا ومرحبا. لست بصاحب العلم الكثير، ما أنا بصاحب العلم الكبير، بل أنا طالب لو أحدث لعد أموري. العلم يهدي به الإنسان، العلم يهدي به الإنسان، يرفع الله من يشاء من خلقه، العلم يرفع الله به من يشاء من خلقه، كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: العلماء فوق المؤمنين مئة درجة وما بين الدرجتين مئة عام. إن العلم مورث للخشية مسبر للعمل، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها المسلمون، من سلك طريق العلم فقد أراد الله به، ومن سلك ومن ترك العلم فقد اشترى خسرا. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم عن قيس بن كثير رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء فقال: أما أقدمك يا أخي؟ فقال: بلغني حديث أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا لا لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله طريقا الى الجنة. وان الملائكة لتزعوا اجنحتها لطالب العلم رزاء.
وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البار. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظه وفيه. قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فسئلوا فأفتوا فأذلوا وأذلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انتدى عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. ربنا 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 زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم صل على أزواجه وذرياته كما صليت على وبارك على أزواجه وذرياته كما بارك.